السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات والإخوة الكرام، تحية طيبة وتحية عطرة من قناة الطريق نحو النجاح، وأقول لكم ولنفسي ألف مبروك وألف مبروك لفريقنا الوطني، المنتخب الوطني المغربي، على الإنجاز الهائل والإنجاز الساحق والإنجاز الخارق بعدما تأهل لربع نهاية كأس العالم. وعلى حساب من؟ على حساب الماتادور الإسباني، الفريق الإسباني. فتحية إكبار وتحية رياضية وتحية شكر لجميع أفراد منتخبنا الوطني، وعلى رأسهم المدرب الوطني وليد الركراكي وكل الطاقم. وبهذه المناسبة عجبني الفريق الوطني، وعجبني كيفاش تصرف وكيفاش جرى المقابلات كلها بربعة، أو يعني المقابلات يعني كيفاش لعب، سواء من البداية من المباراة الأولى مع كرواتيا إلى حتى وصلنا للمباراة ديال الثمن والنهاية مع إسبانيا. وهنا أقول أن لا شيء مستحيل. الآن أصبح الحلم كبير، إلى حد قريب ما كان 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 كنا كنقولوا الجل الناس كانوا كيقولوا المنتخب المغربي راه غادي يمشي لكاس العالم لكانوا حقق شيئا ما او نتيجه ما باش نشرفوا الوجه ديال 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 المغرب وباش نلعبوا. ولكن الان اصبح جل المغاربه وحتى العرب معنا كيقولوا ان المراد هو الوصول الى ابعد نقطه في هذا المونديال، ولما لا نحلموا أننا نربحوا كأس العالم. وهذا بطبيعة الحال هذا حلم قابل للتحقيق. وهنا شنو اللي خلى هاد الأبطال ديالنا يلعبوا بهذا اللعب؟ علاش؟ لأنهم آمنوا بالقدرات ديالهم، آمنوا أنه ليس هناك مستحيل، ما كاينش شي حاجة مستحيلة، لا يوجد مستحيل، مستحيل ما كاينش. المستحيل كاين في العقول ديالنا، في عقولنا حنايا المستحيل، اما المستحيل راه ما كاينش. علاش هاد علاش اللي ما نوصلوش هاد المرحله هادي؟ وصلنا ليها وحققناها، ها هي ولات حقيقه. واحد الوقت الى عاد قريب ما كان هذا الشيء مستحيل. علاش؟ كنا كنشوفوه مستحيل، كنا كنامنوا بانه مستحيل، كنا كنامنوا بانه صعب، وكانوا كيبانوا لي هاد الفرق هادو شي حاجه كبيره، من سد مانيع ما نقدروش نتجاوزو. ولكن الان ولو تيبانوا عاديين، فرق عاديين بحال جول الفراقي. علاش؟ لان الفريق امن، الفريق الوطني ديال الافراد ديال الفريق الوطني، المدرب امنوا براسهم، امنوا انهم يقدروا. ملي كتقول انا قادر، انا نقدر ندير، انا نقدر، صافي كتامن براسك، راك كتامن كتحقق هذاك الشيء اللي كتقول. وهذا هو بالمناسبه علاش انا كنتحدث على بالمناسبه على هذه القناه، على قناتنا الطريق نحو النجاح. هذه القناه الطريق نحو النجاح، فهي الى طلعتوا عليها هناك بزاف ديال الفيديوهات على تطوير الذات، على التنميه الذاتيه، كيفاش تنجح في حياتك، كيفاش تحقق الاهداف ديالك، كيفاش تصورها، كيفاش انك توصل الحلم ديالك. هذا هو النوعيه ديال الفيديوهات اللي كنشروها هنا في القناه ديال طريق نحو النجاح، بالاضافه الى طبيعه الحال كنديروا حتى اوقات الصلاه. ولكن تطوير الذات هي الفيديوهات اللي الى 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 زرتوا القناه ديالنا غتلقاو بزاف ديال الفيديوهات على كيتحدثوا على تطوير الذات، او كيف تنجح، او كيف تؤمن بذاتك وتحقق جميع الاهداف ديالك. هذه هي اللي كان الفيديوهات، النوعيه ديال الفيديوهات اللي كتوجد على القناه ديالنا. وبالمناسبه إذا كنتوا هذه أول مرة كتزوروا القناة ديالنا، فالقناة ديالنا كتتعلق بتطوير الذات، التنمية الذاتية، كما في التعريف ديال القناة. وكننشروا فيديوهات على التنمية الذاتية، كذلك كننشروا فيديوهات أخرى على أوقات الصلاة، سواء في المغرب أو
في دول اخرى. المهم في حالات الى عجبكم المحتوى ديال القناه فما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل باش يوصلكم اي اشعار ملي او اي ملي نديروا شي فيديو اخر ولا نشروا شي فيديو اخر على على القناه ديالنا فتشعروا به. نرجعوا للموضوع ديالنا او الموضوع ديالنا ديال هذا الفيديو، هو فريقنا الوطني حقق المستحيل وحقق المعجزه وتجاوز المنتخب الاسباني، وقبل من ذلك تجاوز بلجيكا اللي كانت من بين الرباعي ديال 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 كاس العالم في 2018، يعني كانت في نصف النهايه تجاوزناها وتعادلنا مع كرواتيا، يعني غير اللي لعبت النهايه ديال 2018. اذا هنا اصبحنا مساله ديال الايمان بالحلم ديالك. هاد الطاقم التقني والمدرب وحفزوا اللعابه والتي بان لهم ان هناك حلم، ان هناك استطاعه، نقدروا نديو نلعبوا مزيان، نقدروا نديو كاس العالم. الا قلتي نقد القد راك تقد، الا كتقول نقدر راك تقدر فعلا، لان ما يتخيله الدماغ ديالنا داك الشيء اللي كنحلموا به راه يتحقق. وقالها بزاف يعني الاشخاص مشهورين حول العالم وفي المقولات ديالهم في الشيء ديال التنميه الذاتيه وفي على التحفيز، كيقول لك انك ما تحلم به وتؤمن به فانك غادي تستطع تحققه. اذا ما دام انك كتقول انا نقدر، انا قادر، انا قد ندير هذه الحاجه، فهنا اش كيبقى لك؟ كيبقى انك تتبع هذا الحلم ديالك، ما يبقاش غير كتحلم انا قادر ندير. ملي كتقول انا قادر ندير كتزرع واحد الفكره في الدماغ ديالك، كتشوف هذه الفكره هذه كتعطيها طاقه، طاقه باش كتولي سلوك. هذه الفكره كتكون فكره في الاول، ولكن ملي كتولي كتامن بها كتقول انا نقدر ندير، انا قادر ندير، هذا الايمان كيولد عندك واحد الشعور بانك قادر، كتولي حاس فعلا، كتولي عندك واحد الطاقه، كتقول انا نقدر ندير، كتولي متحمس. هذاك الحماس وهذيك الطاقه كتزرع في هذيك الفكره، من بعد كتولي سلوك. هذيك الفكره كتولي سلوك، كتولي السلوك في الافعال ديالك، كتولي تصرف انك انت المنتصر، انك انت قد دير. بحال لا خديتي شي جرعه ديال الدوبامين ولا ديال شي حاجه، وفعلا راه جرعه هذيك ملي كتولي مآمن بالهدف ديالك، مآمن بالاحلام ديالك، كتصورها، كتصور الحلم ديالك. ما دام انك كتصور الحلم ديالك وكتآمن به ايمان مطلق، كتخيله. وهنا نقول لكم واحد المساله اخرى، عمليه التخيل، انك تتخيل، كتغمض عينيك وتخيل الحلم ديالك. الا كنتي مآمن بالحلم باغي دير شي حلم، حلم الحلم راه ما غادي تخلص عليه والو، حلم وآمن بالحلم ديالك وغمض عينيك وشوف راسك وانك وصلتي لهذيك المرحله. هذه حتى هي طريقه من الطرق اللي كتخليك انك يعني انك كتعطي الطاقه، واحد الطاقه ايجابيه لهذاك الحلم ديالك. ما دام انت مآمن بالحلم ديالك وبغيتي تحققه، تصور راسك، تخيل راسك انك وصلتي لهذاك الحلم، وصلتي لهذاك النهار اللي بغيتي توصلي فيه. اشنو كتشوف؟ تخيل اشنو كتشوف، اشنو بغيتي تشوف في هذاك النهار، تخيل اشنو بغيتي تسمع. العائله ديالك، الاصدقاء ديالك، اشنو كيقولوا لك، اشنو تحس، تخيل الاحساس ديالك ديك الوقت اللي وصلتي لهذاك الهدف ديالك. تخيل راسك اشنو باش كتحس. هذا الشيء كامل غادي يساعدك انك تزيد لقدام وانك تحقق الهدف ديالك. اذا قلنا الايمان بالحلم والايمان والاعتقاد ان بمقدورك انك تحقق هذاك الحلم، قاد عليه، كتقول انا استطيع، انا استطيع، كتقول انا استطيع، انا قادر ندير، انا قادر نحقق هذا الادلد. والتصور، كتصور الهدف ديالك، كتصور راسك وصلتي، كتحس بهذاك الاحساس اللي غادي تحس به نهار غادي توصل لذاك الهدف. وهذيك الطاقه كلها كتعطيك واحد التحفيز، واحد الحافز، واحد الطاقه، واحد الجرعه من الدوبامين، بانك
كتمشي كتزيد القدام. هنا الإيمان، قلنا الإيمان، قلنا التصور. ولكن كاينه مسألة ما غاديش نوقفوا هنا نقولوا الإيمان والتصور فقط وغادي نوقفوا وغادي نبقى. إذا بقيتي كتصور وقت براسك وكتقول غادي أنا قد ندير وكتصور الحلم ديالك، ما عمرك غادي تحققه، ما عمرك غادي توصل ليه. إذن هنا أشنو خاص؟ خاص تخطيط. كيفاش نخطو لهذا الحلم هذا؟ كيفاش نخطو لهذا الهدف باش نوصلوا ليه؟ لأن أي مسألة، أي هدف، راه لا بد من التخطيط. دابا واحد مسألة، هاد الرباحات وهاد يعني هاد الأهداف وهاد ما وصل إليه المنتخب المغربي، باش وصل ليه؟ بالتخطيط. وصل ليه بالتخطيط. كاين تخطيط. راه إلا شفتو، إلا كتشوفو راه كاين لو ستاف المنتخب ماشي بوحدو، دايرين به ناس كيخطو سميتو. وهاد الشيء راه ماشي غير على صعيد المنتخب، هادشي على صعيد حتى على المنظومات كرة القدم في المغرب. راكم الا كتلاحظوا كاين كاين يعني حتى البطوله كيفاش تطورات، كيفاش الانديه تطورات، كيفاش من هواي الاحتراف، كيفاش يعني التكوين ديال المدربين، كيفاش حتى يعني المدخول ديال اللاعبين تزاد. هذاك الشيء كامل، هذيك منظومه ملي كيبدا التخطيط. ها ملي ها فاش كيكون التخطيط هكا علاش كنوصلوا النتيجه. اذا لا بد من التخطيط، اي حاجه لا بد لها من التخطيط. حيت الناس انا في الدول الاخرى، في الدول المتقدمه كيخطوا على 50 عام و100 عام باش كيوصلوا الاهداف ديالهم. في الدول في امريكا، في اليابان، في الدول المتقدمه كيخطوا لمئات السنوات، بعض ما كاين 100 عام، 50 عام، 60. راه ماشي غير كيجيو يديروا داك الشيء. هنا اللي ولينا بالمناسبه كنلاحظوا حتى هنا عندنا في بلادنا ولله الحمد، راه كاين يعني كاين مخططات في العديد ديال 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 المناحي ديال الاقتصاد، ديال في الفلاحه مثلا، في المغرب الاخضر، في الاقتصاد، في الطاقه، مؤخرا في بالنسبه للمجمع الشريف الفوسفات، اللقاء اللي عقد صاحب جلاله الله ينصره مع المدير ديالو، مع مجموعه من الوزاره. كاين يعني كاين تخطيط. هذا هو اللي هذه هي المسائل اللي كتخلي ان كنوصلوا للهدف ديالنا، هو التخطيط. التخطيط كيفاش غادي، الا بغينا نخطوا كيفاش غادي نوضعوا الهدف ديالنا او الاهداف ديالنا. الا بغ ان حنا نبقاو في اطار شخصي. انت مثلا عندك هدف ديالك بغيتي تحققه، كتحلم به، كتصوره، بغيتي توضع خطه. كيفاش غادي توضع خطه الهدف؟ اشنا هي الخصوصيات ديال الهدف او الشروط ديال الهدف؟ كيفاش خص يكون هذا الهدف؟ مثلا انا جيت بغيت نكتب خطه، بغيت نكتب هدف، كيفاش هذا الهدف يشوف؟ اولا من بين الامور خص يكون هدف واقعي. الهدف خص يكون هدف واقعي، ما يكونش شي هدف ما يمكنش تحققه. الهدف اول حاجه خص يكون هدف واقعي، يعني يمكن يتحقق، يمكن يدار، ماشي شي حاجه مستحيله. ثانيا خص يكون هدف قابل للتحقيق، شي حاجه قبل، ماشي شي حاجه اللي ما يمكنش ديرها، اللي مثلا مجرمه قانونا، ولا شي حاجه اللي يستعصي انها تحقق. خص يكون الهدف قابل للتحقيق. ثالثا يكون الهدف محدد. مثلا اشنو هو الهدف؟ تحدد الهدف ديالك بدقه. مثلا اذا كان الهدف مالي، مثلا بغيتي تحقق مثلا واحد المبلغ المالي، غادي تقول بغيت ندخل مثلا هذا المبلغ كذا، مبلغ مالي. كان هدف مثلا في شي ناحيه اخرى، بغيتي مثلا تشري سياره، مثلا عندك هدف بغيت نشري هذه السياره، ها نوع السياره، اللون ديالها، الثمن ديالها. يعني كتبدا تحدد الهدف ديالك، ان يكون قابلا للقياس. هذا مساله اخرى، شرط اخر هو
انه يكون قابل القياس. كما قلنا بغيتي تجمع مثلا برغم الفلوس هذاك، بغيت مثلا نجمع مثلا 20 مليون مثلا، ويكون بطبيعة الحال المسألة الخامسة هو يكون محدد في إطار زمني. يعني أنك تقول مثلا أنا بغيت نحقق الهدف وكتوضع عليه إطار زمني، مثلا إذا كان هدف شيء هدف بسيط 3 شهور مثلا 4 شهور، هدف كبير ولا متوسط المدى كدير ليه مثلا عام عامين، وكاين الأهداف ديال 10 سنين والأهداف ديال 4 سنين والأهداف ديال 20 عام وديال الدول مثلا ك 100 عام كما قلنا. وهنا مادام هضرنا على التوقيت ولا على الزمن، فكما قلنا على حساب الطول او المده ديال الهدف. كاين هناك اهداف قصيره المدى وهي كما قلنا اللي كيكون مثلا هدف المده ديالو 3 شهور مثلا، بغيتي خديتي واحد الدين بسيط وغتردو كتقول غنرجعو في 3 شهور، ولا مثلا بغيتي تنقص من الوزن مثلا، بغيتي تنقص مثلا كتقول بغيت نقص مثلا 2 كيلو ولا 3 كيلو في 3 شهور ولا في 6 شهور مثلا. هذا هو الهدف القصير المدى. كاين الهدف المتوسط المدى، كيكون الهدف المتوسط في حدود مثلا عام ونص عامين، هذاك المتوسط المدى. مثلا بغيتي تدخر مثلا باش تشري مثلا شي سياره مثلا، بغيتي تجمع شي مبلغ مالي، بغيتي تستعد شي مساله قريبه. اذا هذا الهدف المتوسط المدى. ثم كاين هدف البعيد المدى، تيكون تتعلق بالاهداف الكبيره. عندك هدف مثلا كيحتاج منك العمل ديال 5 سنوات مثلا، خطه ديال 5 سنين باش توصل ليه باش حقه، ولا خطه ديال 10 سنين ولا خطه ديال 7 سنين، ولا هذا كيتسمى هدف بعيد المدى. اذا قلنا ان باش نوصلوا لذاك الشيء اللي بغينا ونحقوا الاهداف ديالنا، نامنوا بالحلم ديالنا ونعتقدوا ان بمقدورنا نحقه، نتصوروا الحلم ديالنا، نتصوروه وكانه اصبح حقيقه، تصوروا كأنه أصبح حقيقة. ومسألة أخرى التخطيط لهذاك الحلم ديالنا ووضع أهداف، وقلنا خص يكون الهدف واقعي ويكون قابل للتحقيق ويكون محدد ويكون قابل للقياس ويكون في إطار زمني. وكما قلنا أن كاين هناك خطة قصيرة المدى، خطة متوسطة المدى، وخطة بعيدة المدى. وحتى هذوك الأهداف اللي كان وضعوا، ملي كنقولوا أهداف مثلا ديال الهدف اللي كيطلب منا سنة ولا كيطلب منا شهور، اش كنديروا؟ الهدف ديال السنة لأن كيكون هدف كبير كنقسموه، كنديروا أهداف شهرية لأن السنة شحال فيها 12 شهر. عندنا هدف بغينا نحقوه من دابا سنه، كنقولوا الشهر الاول اش غادي نديروا، الشهر الثاني اش غادي نديروا، وغادي حتى كنكملوا الاهداف. كذلك وسط الشهر فيه 30 يوم، فيه 4 اسابيع مثلا، كنحددوا الاهداف ديال هذا الاسبوع، اش بغينا نديروا هذا الاسبوع، الاهداف ديال الاسبوع الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. هذوك الاهداف ديال الاسبوع كنديروا اهداف يوميه، كل نهار تنديروا هدف، بحال ديك القضيه اللي تيقولوا كنقولوا في المثال نقطه بنقطه كيحمل الواد، يعني ها بنقطه بنقطه، يعني هدف كبير كنحاولوا كنحققوا بشويه، بحال كنطلعوا في الدروج بدرجه درجه 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 حتى كنوصلوا للهدف، لان ما يمكنش غتجي دير كل شيء والا غادي تعيو غادي تابوندينو كل شيء، ما غاديش تكمل. اذا كنديروا الاهداف بشويه على حساب داك الشيء باش قلت لكم الهدف، كل هدف واش كيطلب منا ديال الوقت، الهدف القصير الهدف الطويل على حساب. وكنبقاو نديروا هاد الاهداف هادو، كنبقاو نديروا قطعه بقطعه، هدف يومي ملي كدير الاهداف ديالك ديال الاسبوع، انت حققتي هدف اسبوعي، انت طلعتي درجه. الاسبوع الجاي كذلك كتحقق اهداف ديال الاسبوع الجاي كلهم، انت درتي 2 اسابيع، من بعد 3، من بعد 4، انت درتي شهر. اذا كان عندك الاهداف الهدف مثلا ديال 3 شهور مثلا، انت
ضربتي الثلث ديال الطريق. إذا كان عندك هدف ديال عام أنت ضربتي واحد على 12 من الهدف ديالك. إذن هكا كيتحقق الأهداف بشوية، بحال القضية ديك القضية ديال 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 البحر مع الصخر. كتلقى بعد ما كان سنوات وسنوات كتكون واحد الصخرة كيبقى يضرب فيها الأمواج بشوية، اليوم الجزر هاني غدا بعد غدا كتلقى كتلقى تحفرات. تم من بعد واحد مدة واحد 10 سنين ولا 15 عام كتلقى بلاصه الرمله، ما كتبقاش تلقى الصخر. علاش؟ لان هذاك البحر ما كيملش، البحر تيبقى يضرب ديما 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 في ديك الصخره في ديك الصخره، حتى واحد النهار كطيح كيضربها كتولي من بعد كتولي رمله. اذا هك هذه هي شنو هو الاستمراريه. ما عمرك تابوندوني كما كيقولوا بالانجلي دونت جيف اب، ما عمرك تابوندوني. ماشي المهم هو انك 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 ما 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 مثلا تخسر او تفشل في اول مره، لا، المهم هو انك تنوض من بلاصتك وتزيد لقدام. لا بد ان انك انك تفشل. عندك تعتقد انك تقول انه راه غادي نمشي طريق مزيانه، ما واش عمرك شتي شي طريق مقاده؟ حتى في الطريق تكون دابا مثلا غادي مسافر في الطريق، عمرك شتي شي طريق طويله ما عمرك تسالي هكاك ما تدور على اليمين ما تدور على اليسار؟ حتى لوطوروت راه فيها الدور وفيها الهبط وفيها الطلعه، اللي لوطوروت اللي الطريق السريعه. وكذلك الحياه، ما عمرك غادي تلقى كلشي مقاد كلشي مصوب، غادي لا رابط الحق الهدف فن غد انت وصلتي حققتيه، لا بد من العقبات، لا بد من. وهنا هذا هو الامتحان ديالك، هو هاد العقبات كطيح وتنوض. هاد العقبات اش كتولد عليها؟ كتولد عليها تجارب. ما حدك كتوصل لواحد العقبه وكتجاوزها، فهذه كتعتبر لك تجربه. واخا كطيح راه كتقدر مثلا كاع طيح. كاين الناس اللي شركات كبيره بداو مشاريع وسقطوا وكاين ربما كاع اللي دار فايت، ولكن عاودوا ناضوا. حيت ماشي المهم هو انك تفشل ولا تطيح، هذاك ماشي كلشي كيطيح. المهم هو انك تعاود تنوض نهوض من وسط الرماد كما كيقولوا، تنوض وتزيد تنوض وتزيد، ما تبقاش جالس. واخا تبقى تقول عندك يجيك اول فشل تقول صافي تحبط، ما عمرك تحبط. نوض. ودائما نوصيك مساله اخرى الايجابيه، ما عمرك تهضر مع راسك بشي كلام سلبي ولا تقول انا ما نقدرش. ما عمر تقول هذه المساله، تقول انا قادر، انا كنامن بالحلم ديالي، انا كنامن بالاهداف ديالي. عمر ما تقول انا ما نقدرش. علاش ما تقدرش؟ علاش؟ انت انسان بحالك بحال الناس جميع، قول انا قادر، انا قادر ندير. اما الكلمات السلبيه ما بقيش تجبد الكلمات السلبيه، دائما هضر مع راسك وحتى مع الناس بكلمات ايجابيه، حيت هذيك الكلمات الايجابيه هي اللي غادي تحفزك. هذيك الكلمات الايجابيه كتعطيك الطاقه، وهذيك الكلمه الايجابيه ملي كتقولها انت كتعطيك الطاقه وكتعطي العقل ديالك الباطن شحنه باش انه كيخليك تامل بهدف ديالك. لان العقل الباطني اش كيدير لنا؟ العقل الباطني يفكر بآخر كلمة. عندما ملي كتقول أنا بغيت ننجح، كاين العقل الباطن كيصور لك النجاح. ماشي تقول مثلا ما بغيتش نخسر. ودابا شوف هذيك وشوف هذه، بغيت ننجح ماشي هي ما بغيتش نخسر، هي راه ما بغيتش نخسر. شحال دابا الناس غايقول لك بحال، ولكن لا، إذا قلتي ما بغيتش نخسر راه العقل الباطن يفكر باخر كلمه، هذا يعني كيبان الفشل. بحال اللي قلتي انا بغيت نفشل، واخا قلتي ما بغيتش نفشل، العقل الباطن كيتصور على انك بغيتي الفشل وكيبدا يعني يجيب لك امور ديال الفشل، كتبدا تفشل راسك. هذه علاش المره الجايه ملي تبغي تقول شي كلام قول كلام ايجابي مع راسك، خص تقول دائما كلام ايجابي، وخص تكون ايجابي مع راسك وتكون منطقي وتامن بالحلم ديالك. وكما كنعيشوا هذه الايام وكنعيشوا الفرحه ديال منتخبنا الوطني، فهما حقه امنوا
وصدوا أحقوا، كنتمناو لهم إن شاء الله المزيد من 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 انتصارات إن شاء الله. فحتى أنت على غير هذه المسألة وعلى غير الفريق الوطني، حتى أنت تحرك وزيد وتوكل على الله وآمن بالهدف ديالك، وقول نفسك أمور إيجابية وخطط تصور الهدف ديالك، تصوره وكأنك حققتيه، وآمن بالحلم ديالك، آمن بالهدف ديالك، أعتقد أنك غادي توصل فعلا، وضع لك أهداف واقعية قابلة للتحقيق، محددة قابلة للقياس في إطار زمني، أهداف قصيرة المدى، أهداف متوسطة المدى، أهداف بعيدة المدى. تخيل لي قول لك أمور إيجابية، ما يحبطكش الفشل، ملي تفشل نوض وزيد لقدام، وراك غادي تنجح بإذن الله تعالى. ومسألة أخرى، صلاة الاستخارة دائما ملي تبغي دير شي عمل ولا بغيت دير شي هدف، دائما صلي صلاة الاستخارة وطلب الله أنه يعاونك، وراك غادي توصل وغادي يعاونك الله وغادي يسهل لك الأمور ديالك. كان هذا هو الشيء اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو. مازال إن شاء الله غادي نتواصلوا في فيديوهات أخرى، لأن فهو في الأول كنت إذا لاحظتوا في الفيديوهات الأولى أنهم الفيديوهات كلهم كانوا باللغة العربية، لذلك راك يعني بديت كنشر فيديوهات بالدارجة ديالنا، بالدارجة المغربية، حتى يكون يعني التواصل أكثر ويكون المستفيدون أكثر. ولو ان معنا اخوه عرب كي في القناه، كنرحب بهم حتى هما وكنتمنوا لهم حتى هما النجاح والتوفيق. فكما قلت في البدايه، اذا كانت هذه زياراتكم الاولى، فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل باش يوصلكم ان شاء الله فيديوهات اخرى على القناه، فيديوهات سواء بالدارجه او بالعربيه على التنميه الذاتيه وعلى تطوير الذات وكيف تنجح. الى ما كنتو شفتوا واحد الفيديو راه درتو مؤخرا غير ماشي بزاف هذا، سميتو كيفاش تنجح في حياتك، شوفوه، هو واحد الفيديو تحفيزي، خطاب تحفيزي. كاين فيديوهات اخرى وكاين ان شاء الله فيديوهات اخرى جايه لقدام. فكنتمنى لكم النجاح من كل قلبي، كنتمنى لكل من واحد عنده شي هدف الله يعاونه على تحقيق هذا الهدف، وانه يوصل داك الشيء اللي بغى. وراه كلنا نقدو، كلنا نقدروا نديروا، اي واحد يقد يحقق الهدف ديالو. كنكتفي بهذا الشيء اللي قلت لكم اليوم. مازال امور اخرى غادي نتحدثوا عليها في المستقبل ان شاء الله. كنشكركم بزاف 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 على متابعتكم وعلى التفاعل ديالكم، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.